يصيب القلق الأمهات عند الشعور بمرض أطفالهن. لكن تقعن أيضا في حيرة وعجز عن معرفة ما يجري. هل ما يشعر به الطفل انزعاج أم علامات مرضية؟ كيف نتعرف على هذه العلامات؟ نتابع. من أكثر الأمور اللي ممكن الأمهات تواجهها والأهالي يواجهوها عند الأطفال هو كيف ممكن أعرف أنه أنا ابني عنده مريض أو عنده أي مشكلة صحية. طبعا من أهم هذه الأشياء أنه نحن نكون مراقبين الولد بشكل طبيعي، يعني هل هو مثلا لاحظنا فيه ارتفاع بالحرارة، هل لاحظنا أنه هو عنده بكاء شديد، هل لاحظنا أنه هو فيه العيان بالنفس أو فيه صدادان بالأكل، فيه بلش الأكل عم يأكل أقل من اللازم، أو في يعني أشياء غير معتادة مثل التعرق الزايد، مثل أنه عدم القلق وعدم القدرة على النوم، أنه يكون عم يشد حاله بشكل أنه ما عم يحس أنه فيه الأمر طبيعي عند الطفل. طبعا تختلف هيدي من مراحل الأعمار، يعني إذا الولد الصغير جدا أكثر شيء ممكن نلاحظه عنده هو البكاء، وممكن يكون في طبعا مثل حالة الاستفراغ اللي كمان عم تكون مثلا استفراغ شديد، خاصة اللي بعد الأكل بشكل أنه عم يراجع كل شيء طالع من قلب تمه. إذن هالأمور الأساسية اللي هي ممكن تكون أولاً البكاء، ممكن نحكي عن الاستفراغ، ممكن نحكي عن الحرارة الشديدة، ممكن نحكي عن التعرق، ممكن نحكي عن المجرد أنه الولد ما عنده فقدان شهية وما عنده ما عم يتصرف بشكل طبيعي، أو باين عليه حزين أو باين عليه متضايق. فهذه الأمور ممكن تكون أشياء أساسية ممكن نعتمد عليها بأنه نعرف أنه والله أنا ابني عنده شيء معين، ونبحث عن هالأمر هذا. إذا كان ممكن يكون مجرد غازات طبيعية، ممكن يكون مجرد برد خفيف، وممكن تكون هالشيء إشارة لأشياء إضافية. ممكن نلاحظ عند الولد مثلا أحيانا أنه ولد طماشي بشكل طبيعي، صار عنده تبول لا إرادي. ممكن نلاحظ أنه مثلا عم يحط إيديه على دينته بألم، أو البكاء مثلا متصل بالأذن، ممكن نفكر بشيء له علاقة بالأذنين. ممكن أنه والله في حرقة، في سعال مثلا خفيف، في سيلان أنف. كل هذه الأمور ممكن تخلينا نحس أنه والله ابننا عنده شيء له علاقة بالأمراض، أو ممكن نحس أنه لازم نحن نراجع بناء عليه للطبيب. أول شيء إذا شكت بحرارة، من الجيد جدا أنه يكون في بالبيت ميزان للحرارة تقدر تفحص فيه حرارة الولد، هل في أنواع من الحبوب أو هل في شيء طفرات على جسمه ممكن تشوفه بالفترة الأولى. إذا لاحظت في ارتفاع حرارة أو لاحظت في شيء أنورمال بشكل فعلي، أكيد لازم ساعتها أنه تراجع الطبيب.